افتتح الدكتور عز الدين بوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورشة عمل نظمها معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية تحت عنوان الاتجاهات الحديثة في مكافحة أمراض النباتات، وتناولت الورشة مجموعة من الأبحاث التطبيقية لتغطية الإنتاج كما ونوعا بهدف تقليص الفجوة الغذائية واستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في مجال مكافحة أمراض النبات. الحقيقة أنه المؤتمر بيهتم بالاتجاهات الحديثة في الحد من انتشار أمراض النباتات. ببساطة كده احنا أحيانا بنلاقي أنه المحاصيل في مراحل نموها المختلفة تصاب بمرض فيروسي أو فطري أو بكتيري، وبالتالي النبات يا إما ما يوصلش لمرحلة النضج، يا إما وهو وصل لمرحلة النضج الثمار بتاعته تصاب، وبالتالي بنفقد جزء في المحصول. سواء في البداية، طبعا البداية الإصابة في بداية الموسم بتبقى إصابة ضخمة، وبالتالي المزارع بيخسر غالبية محصوله. لو ظهرت متأخرة بيفقد جزء كبير من المحصول، وفي النهاية بتبقى أمور صعبة على المزارع لأنه بيتكلف مبالغ كبيرة في رعاية محصول. حضر الورشة العشرات من الباحثين، وهي التي تقام على مدار يومين، ويقدم فيها المتخصصون العديد من الأبحاث يتناولونها بالشرح والفحص وإمكانية التطبيق، وذلك للعمل على الحد من انتشار أمراض النبات وزيادة جودة المحصول وتقليل الخسائر إلى أدنى حد ممكن. طبعا هو المؤتمر معهد أمراض النباتات على أساس الاتجاهات الحديثة في مكافحة الأمراض النباتية. طبعا المؤتمر بينقل ما يدور داخل المعامل من أبحاث داخل المعامل والمحطات البحثية، من أبحاث وأحدث النتائج لبرة جدران مركز بحوث زراعية ولوسائل الإعلام المختلفة، والناس تعرف المركز بيعمل إيه ومعهد أمراض النباتات بيعمل إيه. طبعا ما يدور داخل المعامل البحثية ومحطات الأبحاث هو أولا تركيز أساسا على مكافحة ومقاومة الأمراض، سواء كانت أمراض مستوطنة أو أمراض وافدة. وأهمية ورشة العمل النهاردة عن الاتجاهات الحديثة لمكافحة أمراض النباتات بتتضمن 5 محاور: محور المبيدات الكيماوية، محور تشخيص وتعريف أهم المسببات المرضية للنباتات، محور بدائل المبيدات، محور النانو تكنولوجي في عمليات المكافحة. وكل ده بيتنا بنهرب من النهاية من استخدام الغير آمن للمبيدات. أما محاور الورشة فتمثلت في المبيدات الكيميائية ودورها في مكافحة المسببات المرضية وتشخيص وتعريف المسببات بالطرق الحديثة، ثم وضع الحلول المثلى للمكافحة، كما تم تناول دور النانو تكنولوجي كاتجاه حديث في مجال أمراض النبات. أمراض النباتات موضوع ممكن ما يكونش مهم قوي بالنسبة لعموم المصريين، لكنه في صلب شغل وزارة الزراعة. مؤتمر النهاردة اللي افتتحه وزير الزراعة دكتور عز الدين أبوستيت بيتكلم حوالين أمراض النباتات وإزاي نحسن من جودة المحصول المصري ونقضي على الآفات الزراعية باستخدام أقل للمبيدات الحشرية. فريد إدوار، سي تي في.